بكل شدة وعندها نهايتها، غدوة ترجع حياتنا لعادتها. أما اليوم خلينا نشدوا ديارنا ونحميوا صغارنا ونتعاونوا ونعملوا اللي علينا باش نحافظوا على أهلنا ومالينا وكبارنا اللي عزوا علينا، وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وتتعدى هالسحابة وتونس تعاود تشرق شميستها. عمرنا ما نسينا الناس اللي تخدم علينا وأبطالنا في السبيطارات اللي تدوينا على خاطر بلادنا سرها وقوتها في محبتها. وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وحوستها وفرحتها وبهجتها، وبش نفرحوا أكثر ساعتها على خاطرنا بش نحسوا أكثر بقيمتها. توينسا وسرنا المحبة. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحت ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب، نجمة راك حرة. شيف مسهل هالبنت. كي يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن مزارعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالاً وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما.
صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الماتينال. في حلقة اليوم باش نحكيو على الجراحة الاستقلابية. الجراحة هذه ممكن فما برشا ما يعرفوهاش، هي قالوا حل من الحلول للناس اللي عندها السكر. أنه السكر هل هي موجودة مش موجودة في تونس، عندها انعكاسات وإلا لا؟ هذا الكل باش نتعرفوا عليها بعد شوية. عنا نوتريسيون باش نحكيو على الشحم في الكرش، عنا البستنة وعنا برشا فقرات انتظروهم في برنامج الماتينال. أما تعرفوا قبل هذا الكل يلزمنا لا غالب الله غالب يلزمنا صبحوا على صافي. صباح الخير صفصوف. صباح النور مكره أخاك على بطل يا فاطمة. الله غالب إن شاء الله نهارك زين، صبحوا على الدجاج. رانا ديما نفضلكم تمشيوش تاخذوا الحكايات على محمل الجد، رانا هكا ديما تفضليكنا احنا في الماتينال. صباح عليكم انتوما اللي تفرجوا فيا توا وتتفرجوا فينا في الماتينال احبي برنامجنا او في قناة التاسعة. ان شاء الله نهاركم زين، نهار ان شاء الله نهاركم كله طاقة ايجابية وبرشا برشا محبة. واستنوني بعدك شوية في قاعة الخابية باش نحكي لكم على مثل شعبي ياسر 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 مزيان. ايوي صفصوف ديما تجيب كان المزيان. صباح الخير لشيف. صباح النور نور فاطمة. نهاركم زين. صباح النور شيف فتحية. صباح النور صفاء. سادة مشاهدين مرحبا بكم من جديد مع بعضنا في كوجينة الماتينال. اليوم باش نشوفوا زوز وصفات معينة، وعندنا وصفة وإلا زوز عند فتحية. وصفة معي أنا اللي طالبينها برشا عباد، تعرف برشا من الولايات يطلبوا حاجات يعرفوهم ذقوهم في الولاية أخرى وما يعرفوش يعملوهم هما. باهي مطبخ الجهات في كوجينة الماتينال هذه حاجة ممتازة. ألوغ فما عباد قالوا لي ذاقوا حاجة تشبه لليويو تشبه لل، لكن ماهيش يويو في بنزرت. ألوغ كما أنا نعرفها الوصفة هي الكعبور، يسميوها كعبور. هو الخلطة سهلة وبسيطة وماهيش متكلفة ياسر. ألوغ اليوم باش نعمل لكم الكعبور. ألوغ ما تبعدوش علينا، تابعونا خطوة خطوة. يعطيك صحة. مع من الكعبور للكسكسي اليوم سادة مشاهدين باش نودكم بكسكسي بالحوت. الحوت هذا متوفر في تونس، ماهوش غالي. تو نقول لكم انا الكعبة هذه بقداش خذيتها معنا قبيلة. اسمه القربسي والا بالفرنسيه لو ميغر. تنشوفوا كيفاش باش نحضروا به الكسكسي نتاعنا اليوم. اخترت كسكسي ورده مع هذايا باش نحضر لكم سلايطه طليانيه. كي نقولوا سالاد ايطاليان لازم نقولوا فيها فخوماج. احنا اخترنا فخوماج مرياح وشاركوتري مع الخضره. تنشوفوا تفاصيل هالاطباق هذيا وحيده وحيده. خلينا نبدو نهارنا مع فاطمه وهالكيبه مزيانه. مشكورين ليش فعجبني التخلص نتاع ايوب. من الكعبور نمشيو للكسكسي. انا زاد من الكعبور نمشيو لهيركس. دونك نشوفوا سبوت الخاصه بهيركس البرودوي اللي فيه شامبوان في لوسيون وفي كومبليمون اليمونتير. للناس اللي عندها مشاكل في شعرها ولا تحب تحافظ على شعرها، ننصحوكم بالبرودوي هذا اللي هو مصنوع بتقنيه السويسريه امضاء لونفول فارما. نحب نعاود نذكركم اللي عندنا جو اللي هي تلقاوه على باج الماتينال. تلقاو افيش محطوط فيه الباك هذه نتاع هيركس، الافيش هذه اللي راي تشوفوا فيها. دونك شنو تعملوا؟ تعملوا جيم على باج الماتينال، تقيوا ثلاثه من صحابكم وتبارتاجيو اللافيش هذه. بقدره ربي نهار الجمعه نعملوا تيراج سوغ، واللي باش يربح معنا ولا تربح معنا تربح كور نتاع ثلاثه اشهر. راكم شفتوا صفيان بكري في التليفون ديريكت عملوا جيم على باج الماتينال وبدات تتقي في صحاب. دونك نشوفوا السبوت الخاصه بهيركسل. لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالاً وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما. دونك البرودوي هيركسل تلقاوه في كامل صيدليات الجمهورية التونسية. كما قلت لكم باش نحكيو على الجراحة الاستقلابية هذه اللي هي وذاك علاش بلوتو بحذانا الدكتور صابر الدخلي اللي هو طبيب مرض السكري. صباح الخير سيدي. السلام. شنو أحوالك؟ الحمد لله. الحمد لله. أنت طبيب ولا جراح؟ لا أنا طبيب مختص في السكر، أستاذ مبرز في مرض السكري والسمنة وأمراض التغذية. مشكور سيدي يعطيك ألف صحة. دونك باش نحكيو على الجراحة الاستقلابية هذه، ما كان تسمح نرجع بحثة لشيف قبل. مشكورة فاطمة، مرحبا بك دكتور. مشاهدينا مرحبا بكم، التحقتوا توا ببرنامج ماتينال. الشيف فتحية اليوم جابت لنا وصفة حلوة من بنزرت، تحية البنزرتية الكل والتوانسة. الوصفة هذه قالت اسمها كعبور. كعبور اسم طريف، وهي وصفة مميزة أنا نعرفها ذقتها في الميناء القديم بنزرت. ألوغ أول حاجة عندنا أربع كعبات عظم،
140 غرام سكر نتوما حسب ما تحبوا، الحلاوه ما يجيش حلو ياسر راهو. 100 غرام لوز احمر، عندي حكر 20 ميلي زيت ديو نجمة. أنا نستعمل زيت ديو خاطر ما فيهش، ما يعطيش مطعم ويل نوتر، ما تعطيش مطعم تاع الزيوت القاصحة في الخليط نتاعي. وحتى كيفاش نقليه فيه من بعد ما يدخنش ويبقى بنين الكعبور نتاعك. زوز باكوات سكر فاني سمارت شيف، وانت تشوف اللي انا عندي سكر فاني وسكر بالزهر. هذوما من سمارت شيف مدللين. هذوك من سمارت شيف. علاش نستعمل الاثنين؟ على خاطر هذايا السكر فاني نستعمله مع العظم اللي باش نستعمله في الخلطه، لكن السكر اللي بالزهر باش نستعمله مع الشحور. وي. ومن بعد نقول لكم مقادير. يعطينا نكهه تونسيه الزهر. فلا. وفيها زوز خمير اللي هما شكون؟ البيكربونات واللوفيغ نتاع جاتو. البيكربونات راهو خميره، كربوناتو هو خميره يعاون الخميره باش تطلع. معناها يهوي برشا وسط الخليط نتاعنا، هذاك علاش نستعملوه في الحاجات هذوما باش يجي الوسط منفج بالكدا وهشوش وسورتو الكاليتي نتاع معناها الخاصيه نتاع البيكربونات ما تخليش الحاجه تشرب الزيت. الوغ تبعوا ليتاب خطوه خطوه، لين خلط السكر والعظم والزيست نتاع القرص نرجعوا مع بعض. اكيد مشكوره الشيف فتحيه، احنا ما نفوتوكم حتى ايتاب مشاهدينا باش نجحوا هالديسير اللي اختارته اليوم الشيف فتحيه شواشي. انا توا قاعد نحضر كيف ما قلت لكم اليوم، حبيت نوظف الحوت هذايا اللي هو ماهوش غالي، انا كعبه حوت كامله هكا ما فاتتليش ل 14000 اللي هو يسميوه القربصي، يشبه الحوت يسميوه الغراب، دونك كل واحد وش يسميه، لكن اسمه بالفرنسيه لو ميغر، دونك هذايا هو اللي باش يكون اليوم في الكسكسي نتاعنا. اول حاجه باش نستعمل ديو زيت نجمه، هذايا الزيت المميز اللي فيه فيتامين او، دونك من اخصائياته ما فيه شارير جو، دونك يعطينا نكهه بنينه للكسكسي نتاعنا. حطيناه يسخن وحطيت معاه البصل، ما نحطوش يسخن برشا، دونك نبردوه بالبصل السخانه نتاعو كيف ما تشوفوا. قاعد البصل نتاعنا يتقلى. توا باش ناخذ أول حاجة، على غير العادة أنا ما نقليش الطماطم الأول في الكسكسي بالحوت، ناخذ الفلفل الزينة اللي هو محرحط، دونك باش ناخذ مقدار مغيرفة ناقصة شوية فلفل نحطها هي الأولى، ومباشرة معاها نحط شوية ماء. علاش؟ باش ما تحرقليش الفلفل هذايا البودر على خاطره جاف، ينجم يتحرق فيسع في الزيت، لازم نطيحه شوية من سخانة الزيت ونقلي الفلفل اللي تخرج الرائحة نتاعو. وتوا باش نزيد طماطم سيكام، اخترت انا طماطم سيكام هذه المعجونه على خاطر ديما نقول لكم ما فيهاش مواد حافظه وما فيهاش ملونات، هذه الحاجه اللي تشجعني ان نستهلك منتوجات سيكام وتكون بيان كونسونتري. معناها انا دابيتود نحط على الكيلو 4 مغارف طماطم معجونه، مع سيكام نحط 3 بركه على خاطرها تبذر بالكدا بالكدا. ونعاود ونقول لكم راهي طماطم سيكام مجموعه في عز فصل الصيف وقت اللي تكون الطماطم ناضجه وما فيهاش حموضه عالية ولونها يكون ديما ممتاز. هذه طماطم سيكام انا كيف ما قلت لكم باش نحط مقدار 3 مغارف نتاع شوربة، انا مغارف ناكلوا بهم هكاكا على الكيلو، انا عندي كيلو كسكسي من عند وردة. دونك هذايا يتقلى مع الفلفل باش نزيد عليهم التابل، دونك هنا الحوت هذايا يحب التابل، باش نحط مقدار نص مغرفة تابل هكاكا، معاهم شوية فلفل أكحل ما نكثرش، وهنا اختياري اللي قلق فلفل أكحل ما يحطش، ونحط مقدار مغرفة قهوة كركم يتقلى معها المكونات الكل. أكيد ما ننسوش شيشة ثوم نحطوها من الأول ونخليه ثوم للأخر باش تبقى نكهته زاكية بالكدا بالكدا في الصوص نتاعنا. هذايا يتقلى نمرقوه، أنا حضرت الماء سخون بحذايا باش نربح الوقت، نمرقوه ونخليوه يطيب فوق منه باش نفوروا الكسكسي. كيف ما قلت لكم اخترت كسكسي ورده جيد، نفوروه تفويرتين، ما بين التفويره والتفويره ناخذ من المرقه ونمرق الكسكسي. ما تنسوش تحطوا فيه رص بصل كاملين كيف ما هكا، وتحطوا فيه القرع الاحمر يطيب من الاول، من بعد نحيه وبعد
تحطوا الحوت. هذوما لي زيتاب الكل نشوفوهم وحده وحده. سامحنا فاطمه طولنا عليك، نرجعوا لك بحذا الدكتور ضيفنا. صدقني نسيت روحي وين انا اصلا، نسيت ولا كيفاش حاسي لوين. نرجعوا البرنامج الماتينال باش نحكيو على مرض السكري، مرض نحكيو على الجراحه الاستقلابيه. هذاك علاش بحثنا الدكتور صابر الدخلي اللي هو مختص في مرض السكري والسمنه واي حاجه عندها علاقه بالسكري. دكتور تو كي نحكيو على الجراحه الاستقلابيه، هل هي جراحه معروفه في تونس ولا جديده في تونس ولا شنو حكايتها؟ هي جراحة الاستقلابية باش نعرفوها، هي جراحة السمنة عند مريض السكر على أمل شفائه ولا تحسن السكر. لكن هي في أول شيء هي جراحة متاع السمنة، وجراحة متاع السمنة هي موجودة في تونس تقريبا منذ 15 20 سنة تقريبا معناها، والفكرة موجودة منذ أكثر من 100 سنة. لكن اليوم عندنا أدلة علمية كافية باش نحطوها كطريقة علاجية لمرض السكر. هذا اللي الحاجة اللي جديدة اللي هي منذ بضع سنوات فقط بالضبط. ما كانتش داخلة في علاج مرض السكري، اليوم بالضبط. هي طريقة علاجية. اللي هي شنو سيدي بالضبط؟ تقولي انت هي عملية أصلا للمرضى السمنة اللي عندهم يعانون من السكر، أما تو اكتشفنا ان هي حل من الحلول انه نتخلصوا من مرض السكري. دونك هي شنو بالضبط؟ هي جراحة السمنة عند مريض السكر. مهما كانت الطريقة. شنو نعمل؟ شحم ولا باش نحسوا البنكرياس ولا شنو؟ لا لا، هي الجراحة هذه هي جراحة طبية. في جراحة السمنة فما زوز أنواع كبار، فما جراحة طبية بالفرنسية هي لا شيروجي بارياتريك، وفما جراحة جمالية لا شيروجي استيتيك. فهمت. استيتيك امرأة عندها بلاصة معينة أسمن من بلاصة أخرى، شفت هذاك مش داخل في الأمور الطبية الخالصة. نحن لهنا لا شيروجي بارياتريك معناها جراحة طبية، اللي هما ثلاثة أنواع متاع جراحات بصفة عامة. الباي باس اللي هي جراحة نهائية تمثل معناها في ان كوكسيكوي متاع الجانب كبير من المعده، والبارتي الاولى متاع الامعاء الرقيقه، هذه جراحه نهائيه معناها ما نرجعوش بالتوالي. الباي باس هو اللي يعطي اكثر نتيجه معناها من ناحيه الوزن، وكذلك من ناحيه حالات الشفاء اونتر الظفر بين الظفرين متاع مرض السكري. دونك فما هذه جراحه الاولى. فما لانو الربط اللي هي جراحة قديمة كما الباي باس، وهذوما الزوز تم التقييم نتاعهم، معناها عندنا عليهم أدلة علمية ثابتة بعد 15 سنة شنو يصير عند المريض هذاك، عندنا بالضبط شنو هي الحالة باش تكون. ثالث طريقة وهي الطريقة اللي لا بلوز اون فوغ توا هي لاسليف. لاسليف هي خياطة نتاع المعدة بحيث نحيدوا ثلثين نتاع المعدة، الجانب الأيسر نتاع المعدة، تبقى بارتي صغيرة اللي هي مش ياسر ما تطش ياسر وما عندهاش علاقه بموضوع الهرمونات بصفه عامه. السليف هي اكثر واحده تقريبا الامات خاطر تقرب في النتائج للباي باس، لكن في نفس الوقت اقل اثر جانبي. لكن التقييم نتاعها الون تيرم ما عندناش عليه فكره دقيقه برشا كيما النوعين الباقيين. دونك هي جراحه قد نتاع السمنه. ما تمسش البنكرياس، تمس المعده. تمس المعده. الناس خاطر يقولوا سكر هنا يقول لك ديريكت بنكرياس ولا حاجه. توا هل العمليه هذه الاستقلابيه اللي لقيناها حل من الحلول مرض السكري؟ صح انا فيهم مرض السكري صنف اي ولا صنف بي؟ وهل هما يتموا بنفس العمليه معناها باش نعملوا معناتها نقولوا احنا العقده هذيك ولا باش نحيوا من المعده ولا شنو؟ هو الصنف واحد والصنف اثنين. الصنف الواحد هو المعتمد كليا على الانسولين، وهما في العاده ناس ما عندهمش مشكله سمنه، دونك نحن العمليه هذه تتوجه للصنف اثنين اللي هو السكر اللي يظهر بعد 30 سنه، يكون في العائله موجود برشا ويبدا بشويه بشويه ويعتمد على الحربش. دونك هي تتوجه للترونش هذه نتاع العباد. لشكون؟ الانسان كما تفهمنا عنده السكر صنف اثنين، عمره ما بين 18 و 60 سنة، بعد 60 ما عادش نجموا نعملوها، منذ بضع سنوات فقط كانت حتى ل 55 سنة. توا من 18 ل 60 ولازم عنده توازن نفسي، لازم يكون تعدى ببسيكياتر، البسيكياتر يقول السيد هذا ما عندوش اختلالات نفسية، ما عندوش ديبوندونس للالكول مثلا، ما عندوش توندونس بوليميك اللي ياكل ومن بعد حاشاك يرجع بالعاني باش يضعف روحه. دونك هذوما
مش هم موجودين عنا لفوفير متاع البسيكياتر نجموا نفكروا في جراحة السمنة صحيح. آخر حاجة هي مؤشر كتلة جسمية، لازم الوزن على مربع الطول، الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول متر مربع يفوت 30 بالنسبة للأمريكان معنى السمنة وكهو، يفوت 35 بالنسبة لأغلب البلدان الأوروبية، هذا باش ينجم يتعدى يعمل لاشيولوجي ميتابوليك. وهذا باش يحسن مش حتى بشكله، مش باش يحسن على السمنه برك، باش يتخلص من مرض السكري. لا هو في الحقيقه مش باش يتخلص، نبداو بالتحسن. اول حاجه باش يحسن الميزان نتاعو، عندنا فكره اللي تقريبا 35% من الوزن ينقص في العام الاولاني. فهمت. وبعد مده بعد سنوات عديده نبقاو فما 25% ما يرجعوش. تخلص منهم بصفه نهائيه، وهذا مش شوي. هذا يحسن له في الجوده نتاع الحياه، الكاليتي دو في، يحسن له في السكر اذا كان ما صارش شفاء بين الظفرين، يحسن له في ضغط الدم، يحسن له في التنفس. تعرف المرضى نتاع السمنه برشا مرات عندهم صعوبات في التنفس والسندروم دابنيت سومي في الليل اللي يتقص عليهم النفس الى غير ذلك، يحسن له في الشحم في الدم. خلاصه هذه النتائج الايجابيه هي نقص في المورتاليتي، في نقص في حالات الوفيات ب 30% بعد 15 سنه، 15 سنه مش برشا، معناها في ساعة 30% من الوفيات تنقص، حاجه خارقه للعاده. دونك لهنا هذوما الادله العلميه اللي هزونا باش نفكروا في الجراحه الاستقلابيه. توا يقول القائل فما شفاء ولا ما فماش؟ بالضبط. الشفاء هو تخلص نهائي من المرض. نحن اليوم ما عندناش الحق نقولوا في الجراحه الاستقلابيه فما شفاء، ما نقولوا فما سكون بالفرنسيه ريميسيون. دونك السكر كل حاجه راقده. شنو هو لا ديفينيسيون؟ شنو هو التعريف نتاع السكون؟ السكون هو بعد مده السكر ديما تلقاه اقل من الجرام، والتراكمي ليموغلوبين غليكي اقل من 6%. اقل من 8% هذاك السكر نقولوا مقبول ولا معدل. مقبول بالا. اقل من 6% واقل من الجرام، معناها كانه انسان ما عندوش سكر بكل. وبدون استعمال ادويه بالطبيعه، يبقى يحافظ على الحميه نتاعه، وهالسكون هذا ينجم يقعد يتواصل مده طويله. قداش ينجم يقعد؟ عندنا زاد احصائيات لهنا. لاحظوا اللي كي يعملوا الباي باس اللي هي العمليه اللي تعطي اكثر نتائج ايجابيه، تقريبا يوصلوا حتى ل 75% حالات سكون بعد عام. معناها ثلاث ارباع قولوا بريسك برا. هذوما 30% لو ان تيير تقريبا يعاود يرجع لهم بعد 5 سنين. معناها في ان فيني في الاخر شنو نلقاو؟ نلقاو روحنا بعد 5 سنين بشطر العباد اللي عملوا الجراحه الاستقلابيه ما عادش عندهم بريسك سكر. شطر اللي هو حاجه كبيره. حاجه طبيعيه. الشطر الاخر شنو اللي صار فيه؟ الشطر الاخر مش يتحسن السكر بصفه ملحوظه. يكون زرارق ولا يحرابش ولا حاجه. صحيت. اما هكاك والا اذا كان حتى يستعمل فيه كميات كبيره من الزرارق تنقص بالشطر. الدواء ينقص بالشطر. وهذه نتيجه باهيه. هايله. ونحن نعرفوهم شكون هذوما اللي باش يتحسنوا. دونك هذاك علاش نجموا نختاروا لي بون كونديدا. شكون هم اللي باش يتحسنوا؟ صحيت. دونك اللي يبدا عمره صغير اقل من 45 40 سنه. هذاك امل كبير باش نلقى نتيجه باهيه. اللي يبدا سكره قبل العمليه ديجا معدل، معناها اقل من 8%. اللي هو سكره مش قديم ياسر، اقل من 10 سنين. واللي يستعمل في دواء مش وزاده مش برشا دوايات، يستعمل في شويه دوايات يكون تكون النتيجه ممتازه. دونك هذو من الاربعه شروط باش نلقاو نتيجه ما شاء الله. معقول جدا. مشكور دكتور صفصوفه. يعطيك الصحه دكتور على الاجابات هذيا. اكيد برشا ناس تنوروا بالافكار هذيا وبالليزانفورماسيون اللي اكيد ما كانوش يعرفهم. انا باش نسالك هنا على حاجتين. اول حاجه باش نسالك على البالون هذيك، احنا نقولوا لمبوله اللي تحط في المعده زاده كيف كيف اللي تنقص، هي طريقه من الطرق مش تجميليه لكنها لتخفيض الوزن او باش تكونترولي السكر نوعا ما. هذه النقطه. النقطه الثانيه اللي اغلبيه مرضى السكري يعانيوا من صعوبه التئام الجروح نتاعهم تاع لي زوبيراسيون، اسكو نوعيه العمليات هذه ما فيهاش ريسك عليهم او تحاولوا انتم تعدلوا لهم السكر قدر المستطاع باش ما تصيرش لي كومبليكاسيون؟ احنا نراهم حتى يجرحوا في ايديهم تقعد قداش باش يتلمك الجرح هذاك، اسكو لهنا ما تقلقش الحكايه؟ نبدا لك بالسؤال الثاني فيما يخص الجروح. عندنا فكره اليوم اللي اي عمليه جراحيه ما عدا العين، خاطر العين لازم تعديل ممتاز جدا للسكر اقل من جرام ونص. اي عمليه جراحيه اخرى اذا كان السكر ليامات اللي قبل العمليه ونهار العمليه اقل من جرامين على الخواه ما عندناش مشكل نتاع التئام نتاع جروح، ما عندناش مشكل نتاع تعفن، ما عندناش مشكل نتاع لاشاج زاد نتاع خيوط.
هذا الكل يكون بيحاوله يتعدى بالكدا. وزيد احنا قلنا نختاروا لي كانديدا نتاعنا، مش اللي يجي مرحبا، لا لازم يكون تعديل السكر على الاقل مقبول. نقولوا مقبول اذا كان يبدا من بين 7 و8% ديموغلوبين غليكي، نقولوا ممتاز اقل من 7%. دونك نحنا نختاروه، نقولوا له مش تلقى نتيجه باهيه، لكن نشجعوه باش هو يحسن روحه قبل العمليه باش تكون نتيجه ممتازه. بالنسبه للسؤال الاول، البالون مش موجود توا في معناها التوصيات العلميه نتاع معناها السمنه بصفه عامه. دونك هو حاجه تنجم تعاون شويه متخلق برشا. البالون كي يبدا واحد مزروب برشا مرات، مراه الطفله باش تعرس وتحب تلقى تلقى نتيجه باهيه، البالون يعاونك يهزك من نقولوا 90 كيلو ل 80. اما اذا كان ما عملتش مجهود في ساعه باش ترجع. دونك هو يعطيك حل سريع، لكن لازمك تعمل مجهود كبير باش تحافظ عليه. ولازم ما يكونش بالطبيعه فما مشاكل في المعده ومعناها ينجم يعاون، لكن التقييم العلمي نتاع البالون مش هو ايجابي ياسر الحقيقه. معناها لازم فما اون موتيفاسيون كبيره باش ما يرجعش. ينجم ينقص الانسان في حدود 8 الى 12 كيلو تقريبا، لكن بمجهود كبير يرافق البالون، مش عمل البالون وكهو. دكتور دخلي توا العمليات هذوما ما ينجحوش مع العباد الكل في بالي، معناتها فما عباد يكونوا مثلا بصحتهم يعملوا واحده من العمليات الثلاثه ومن بعد ينقصوا شويه وبعد يرجعوا ياكلوا عادي ويتصرفوا عادي ما يمشوش بكلام الطبيب. لهنا تولي فما خطوره يظهر لي اكثر على صحتهم ليه؟ نحن مش نعملوا فلتر قبل العمليه. هو ديجا الجراح ما يعملوا العمليه الا ما يكون تعدى بالبسيكياتر. وتعدى بطبيب التغذية، وهم ينجموا يعرفوا العباد اللي ينجموا يسيبوا في الريجيم. وفي الحقيقة باش يتسيب صعيب شوية، خاطر نحن سيرتو الباي باس معناها المعدة باش تولي صغيرة بكل. معناها حتى كان هو الشاهية محلولة، أول حاجة باش تنقص برشا الشاهية. اثنين، حتى كان الشاهية محلولة ما ينجمش، خاطر باش يبقى يولي مشاكل في ما ترجعش، يقولوا المعدة ترجع تكبر، صحيح ولا لا؟ لا مش صحيح يا مش صحيح. آخر سؤال كان تسمح، فما عباد يسمعوا فينا تو مرضى بالسكر. إيه؟ ويقول لك إذا كان الاستقلابية هذه حل من الجراحة الاستقلابية حل من الحلول، أنا نتخلص من السكر أو ننقص من الزرير اللي نعمل فيهم، وأنا مانيش أوباز، أنا مانيش سمين، هل يحق لي نعمل العملية هذه ولا لا؟ ولا ممنوع علميا. تعرف كي واحد باش يعمل عمليه فما سكون ابيل اون انديكاسيون، معناها فما حالات معينه ما ينجمش يدخلوا طبيب يعمل العمليه وهو سي با اون انديكاسيون. ان شاء الله يا ربي يولي عن عمليات اللي نتخلصوا منها بمرض السكري حتى دويات ان شاء الله يا ربي. مشكور دكتور. هذول هنا وقتها ما عادش تخدم، عادش نحي من السكر. لا ما يصيرش، المهم العباد لاباس. ميرسي دكتور صابر الدخلي، يا طبيب مختص في مرضى السكري والسمنه. نرجو بحث للشيف. مرحبا فاطمه. احنا الكسكسي قاعد يفور كما قلنا التفويره الاولى، الحوت متاعنا قصيناه دداغن وحطيناه على شيره، توا باش نتعدى نحب نشوف شيف تحيه وين وصلت في الكعبور. انا اول حاجه ساعة عملتها حطيت كيلة ماء عليها كيلتين سكر، معناها المعون اللي تكيلوا به الماء تكيلوه مرتين سكر، تحط زوز صحاف مثلا سكر صحفه واحده ماء، وحطيته هو دوبا بدا يغلي كيما اليويو. هو بدا يغلي وانا عصرت شطر قرصه ورميتها في وسطه. علاش رميتها؟ مغسوله مليح القرص بتاعي بتاع السجره في الدار. علاش رميته في وسطها؟ باش تسيب ريحه الزاست، يطيب الزاست يعطي ريحه بنينه. ونزيد نحط عليه هوني السكر بتاع الزهر بتاع سماختشيف، ونطفي الغاز ونخليه يهجع. حاجتي بالسكر، علاش غليت السكر قبل؟ حاجتي بالسكر ماهوش عاقد ياسر ومش سخون، تيد فوالا. دونك الكونفينمون الاول هاكا يويو، الكونفينمون الثاني كعبور. دونك هنا عندي زيت ديو، ان شاء الله ما يصيرش كونفينمون ويوفى علينا هالمر. عندي زيت ديو قبل ما نعجن اللي هو من عند نجمه، من عند نجمه على خاطر ما يدخنش والحاجه ويحمل السخانه. اكثر حاجه نحب هنا هاليد اللي نشد منها. سهل ديما دبوزه الزيت عندي، ديما مشكله مع دبوزه الزيت، وانا ديما عندي مشاكل مع شدين دبوزه الزيت، ايديا صغار وما يشدوش دبوزه الزيت، وهذيا حتى بشطر يد بالمرتاح نشد ونصب في الزيت نتاعي. هذيا نحطها تسخن قبل ما نحط العجينه نتاعي، خاطر راهو ما يرتاحش ياسر
اذا كان تخلط يبدا الزيت سخون نبدا زيت باش فوالا يلزم ان بان دوي الحمام الزيت هذاك اللي تحكي لي عليه انت. وانا اخترت زيت النجمه ديو خاطر يتحمل السخانه دابور ما يتحرقش بسهوله ويعطي معناها نكهه نوتر نوتر فوالا ما فماش ان اغيير غو هذاك علاش نختاره هو. هوني الخليط نتاعي كما تشوفوا فيه خلط العظم والعظم والزيست والسكر فانيي وحضرت وحطيت عليه الزيت اللي قلت لكم عليه. نجي هوني نحل الخميره والبيكربونات ونحط من كل وحده نحط مغرفه قهوه صغيره معناها الباكو حاجتي كان بالشطر نتاعو ما حاجتيش الباكو كامل نتاع الخميره يولي ياسر زوز خمير كان نحطو باكو يولي برشا يجي مفترش وفايض. انا هذوما نحطهم في وسط الفرينه نتاعي عمري ما نحطهم ديريكتومون نحطوها مغرفه غاز فريمون اكلي ماهيش معبيه برشا فوالا هي اللي نصبها في وسط الفرينه والمغرفه الثانيه غاز كيف نحطها من الخميره هذوما نحيهم. عندي لوز مهروش نجي ونحط اللوز قبل خاطر زاده هو يشرب وباللوز دي فيه تقرمشه بنينه هذاك علاش نحط فيه شويه لوز مهروش. هما اللي ما يحبوش يحطوا اللوز ينجموا يستغناو عليه اما انا اللي ذقته باللوز وعجبني ياسر 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 هذاك علاش انا خيرت نعمل الروسيت اللي باللوز. نخلطوا هذايا ومن بعد نرجعوا مع بعض. يعطيك الصحه مشكوره شيف تحيه. دونك نكملوا نحضروا البات نتاع الكعبور خليوها ترتاح ومن بعد نرجع لكم مشاهدينا. مشكورين للشيف ملك وجينا ملك عبور نجيو لكعابر اخرين تقام عنا احنا معناتها العباد اللي هي الكرش عشان نشوفوا هاش الشحومات اللي في الكرش عندهم شي حل. دونك بحذانا اخصائيه التغذيه شيماء العياري. صباح الخير. صباح الخير. شنو لك؟ مرحبا بك. يعيشك متك يا عدس شيماء ما عندهاش كرش جوا سمح دونك دونك احنا كيفاش باش نعرفوا اسكو عندنا كرش تو دابور عندنا الكرش ولا ما عندناش. خاطر ساعات انت تشوف عبد كيما شفتني انا قلت لي راه انت ما عندكش كرش اما ساعات واحد يبدا لابس حاجه امبل ولا بالحوايج ولا فيزويلمون انت ما تراهوش اما فريمون فما الكرش تبدا زايده. نقولوا لي نورم لي نورم كيفاش تعرف اللي انت روحك عندك كرش. دونك بوغ لي فام يلزم الكرش بتاعهم تور دو تاي ملي دو كوت اللي في التاي تتعدى بالسره. دونك هذوك ما يلزم ما يفوتوش 88 سنتيمتر بوغ لوم نزيدوا شويه 102 سنتيمتر وبيان باش نسهلوها اكثر طولك باغ اكزومبل طولي 1.70 تقسمو على 2 تلقى 85 سنتيمتر هذاك 80 سنتيمتر 85 سنتيمتر بليتو يلزمو مي 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 ما تفوتهمش سينو تولي تحكي على كرش ظاهره. ايه وي باهي لهنا كي نحكيو على الكرش مش العباد الكل عندهم كرش شحم معناها فما عباد عندهم ترهلات بعد الولادة ولا غيره. احنا جينيرالمون نلقاو الرجال عندهم الكرش أكثر من النساء. وي. متفاهمين فيه ساعات تشوف واحد يقول لك راه وانا عندي الكرش أما ما نحسش روحي أون سيغ بوا. يلزم أول حاجة نعملوا كونترول للي إم سي بتاعنا معناها لانديس ماس كوربوريل يلزم أنا ما عنديش زيادة في الوزن باش نحكي على كرش. إذا كان الوزن زايد براتيكمون نلقاو كوميلاسيون نتاع الكغيس في الابدومين في الابدومين بوغ لوم جينيرالمون خاطر الراجل ديما عنده لوبيزيتي اندرويد باغ كونتخ الفام تبدا سو فورم دو بواغ كيما كعبة لانزاس فاطمة دونك تقع في ليونش وزادة تقع طالعة على الفونتر. دونك الزيادة في الوزن كيما قلنا أول حاجة يلزم الوزن نتاعنا مش زايد باش ما نحكيوش على شحم في الجسم في كامل وفي الكرش. دونك عندنا الانتفاخ البالونمون والكونستيباسيون زاد كيف كيف نجمو يخليون كرشنا تبدا ظاهره وهو فريمون ماهوش دو غريس تلقى جوست ان بالونمون ولا كونستيباسيون. فما بعض ساعات برشا عباد يبدا عندهم الكونستيباسيون كرونيك ديما عايش معاهم الكونستيباسيون وهما ماهمش فايقين برواحهم. دونك احنا ناكلوا كل يوم نعملوا لابسوربسيون دي فيتامين دي مينيرو يوميا يلزم لي ديشي كل يوم يخرجوا نعملوا اكل فلتراسيون ديشي كل يوم يخرجوا. اذا كان هذا قل على 3 مرات في الجمعه وقتها نحكيو على كونستيباسيون كرونيك ولا نحكيو على غازات الانتفاخ يجي ماكل غازات هذوكم الكل. هنا نحاولوا نشربوا اكثر ماء ناكلوا ماكله فيها برشا الياف ناخذوا لي بروبيوتيك الحاجات اللي فيها الخمائر باش تعمل ترانزيت انتستينال
فما حاجه اخرى زيد قلت عليها انت الغلاشمون موسكولير ترى هذه نلقاوها جينيرالمون عند لي فام انسانت ابري لاكوشمون خذي اكل فورم نتاع نتاعك الكرش اللي دازر قدام تبارك الله تبدا توصل هكا تكبر بالكدا بعد المانك دو سبور في وقت لو غروسيس ومن بعد زاد كيف كيف هاكا ساعات واحد يعمل دي سانتور ولا بعد لو غروسيس يقولوا يعاونوا ما هما فريمون راهو ما عندهم حتى دخل فيك الترهلات لازم فريمون دي زاكتيفيتي فيزيك او كور دو غروسيس وبعد لو غروسيس حاجه اخرى لي زورمون لي زورمون نتاعنا كيبداو ماهمش متعدلين لو فامو الكورتيزول الهرمون نتاع ستريس كيبدا باش معدل راهو التراكم نتاع الشحوم تصير بطريقه اسرع دونك اذا كان الكورتيزول يبدا طالع دونك هنا نوليو ندخلوا في الاليمونتاسيون نتاعنا الاليمونتاسيون الريش اون مانيزيوم معناها ناخذوا شويه شوكولا نوار وشويه فاكيا فيها برشا مانيزيوم كيف كيف الانسولين الانسولين اذا كان يطلع خاطر علاش واحد يقول لك ايفيتي الغرينوتاج الماكله في وسط الوقت راه ياسر تطلع في السكر. في في السكر في الدم باهي كي نعملوا كولاسيون خير من اللي نعملوا كالغرينوتاج توتولون لا جورني تلقاه واحد ما ياكلش ماكله ايكيليبغي في فطور الصباح في القايله في العشاء تلقاه نهار على طول وهو يتنوش من نوم غادي هذاك يخلي لنا الانسولين ديما طالع كيف كيف الحاجات اللي فيها السكريات السريعه شنو معناها؟ معناها لي سكر لي سكر رابيد السكريات اللي نضيفوها ماهيش طبيعي ماهيش جايه من الفركتوز ماهيش جايه من العسل اي حاجه نضيفوا لها السكر طلع لنا السكر رابيدمون دونك الانسولين على سويت يطلع رابيدمون تزيد العمليه تراكم 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 اللي هو الدهون تولي أكثر. بصفه اسرع هنا عندنا الانسولين الانسولين الكورتيزول وبوغ لي زوم التستوستيرون التستوستيرون كي نحكيو عليه كيف كيف يعمل التراكم في في تراكم الدهون في الجسم اي كومبري في الـ في الـ في الابدومين دونك الرجال جينيرالمون كيما التفاحه هاك الكرش كلها تبدا معبيه بالشحم دونك هنا نوليو نعملوا لاليمونتاسيون ريشون زانك نزيدوا زانك زانك ماهوش باهي بركة للسيستيم ايميونيتير زاد نجمو نضعفوا به لا نجمو نعدلوا به التستوستيرون الهرمون هذيا باش ترجع ايكيليبغي دونك الشحم ما يتراكم لناش في جهه واحده اي لي زاليمون غيش اون زانك حكينا عليهم برشا احنا لي زاليمون غيش اون زانك خاطر على السيستيم ايميونيتير سورتو توا دونك نعرفوا الخروب فيه برشا زانك عندنا لي فروي سيك لي فروي دو مير زاد كيف كيف دونك هذوما هما لي زورمون جينيرالمون هذوما دونك فما حاجه اخرى الباليي الاخر اللي فيه الشحم اي الشحم كي يبدا مغلف بالكرش دونك تو لي زورغان الداخل جينيرالمون نلقاهم مغلفين بالشحم دونك يولي لي كومبليكاسيون تولي تصعب تويكا برشا يبدا عندهم الكرش وعندهم شحم في الكرش ماهوش فيزويل هكا راهو داخل تو لي زورغان يبداو مغلفين بالشحم اي كومبري الكبده اللي هي دوزيام اورغان دو سيستيم ديجيستيف بعد اللسان كي تبدا هي ذيك اول عضو تبدا مشحمه ايماجين انت كيفاش باش تكون عمليه الهضم وكيفاش ترانزيت انتستينال باش تصير دونك عندنا الشحم ستياتوز هيباتيك يبدا الشحم في الكبده وتو لي زورغان داخل جينيرالمون نلقاهم مغلفين بالشحم هي فما تو صغيره يلزمها تبدا مغلفه بها لي زورغان مش الشحم باش تحميها من الامراض اما كي يزيد هذاك على حده يولي عندنا حتى يضر حتى في ليكو زاده كيف تولي اكثر معناتها من العاده فوالا دونك انت حتى فيزويلمون تشوف كرشك الكل هكا شحم وتمسها وكل دونك براتيكمون يبدا لي زورغان داخل راهو جينيرالمون يبداو كلهم مغلفين بالشحم ومن هذيك تظهر المشاكل نتاع المشاكل نتاع الشحم اللي في الكرش دونك يولي عندنا مشاكل كيما السكر في الدم زاد ينجم يجي من هذا ينجم يجينا الامراض المزمنه الكل تنجم تجينا من هذا القلب زاد كيف كيف الشرايين ضغط الدم زاد كيف كيف دونك الفو فير اتونسيون من 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 ما نخليوهاش حاجه عابره وجوست بوغ الفيزيك شنو الحل مثلا توا كي تقولي انت اوكي تقولي الشحم بالنسبه لي زورمون اللي زادوا نقولوا احنا ناكلوا ماكله خاصه وكل شيء الشحم اللي في الكرش
شنو هو الحل بالضبط؟ هل هو سبور؟ هل هو مثلا نقاو عملية تجميل؟ سبور سمح سبور 20% يكون سبور 80% تكون الماكلة. الماكلة شنو معناها الماكلة؟ ماهيش باش تكون ماكلة سبيسيال، نظم انا ماكلتي، ما عنديش زيادة في الوزن، دونك جو في سي ناخذ كاس ماء على خويا يبدا ملذذ شويه، نجمو نحطوا فيه حتى عصره نتاع قارص، شويه مغرفه صغيره نتاع عسل صباح، زنجبيل نخليوه حتى من بعد باش يهضم لنا الماكله، اذا كان خذينا ماكله ان بو غرا وكل باش يعاون على عمليه الهضم وتعديل السكر بعد ما احنا كلينا. اما كليناش دونك نحطوا شويه قارص هو اونتي اوكسيدون، نحطوا مغرفه صغيره عسل، مغرفه صغيره عسل زيد كيف كيف تعاوننا تفيق البكتيريا النافعه اللي فينا باش من بعد تحرق كونفينابلمون. وجبه الفطور زيد هذيك ما ننساوهاش، ما نخليوش الماكله الكل للعشاء، ساعات نبداو نزربوا كل حتى فطور الصباح تقول انت برا ما ناكلوش هذاك سي با بيان، من بعد باش تولي في العشاء انت تلمهم الوجبات الكل وتاكلهم وقت التخزين نتاع الشحم وقت اللي انت تولي تاكل. دونك وجبه الفطور ماذا بينا تبدا فيها كالسيوم، تبدا فيها البروتيين، الفو ايفيتي زيد تو لي سكر اللي حكينا عليهم قبيله باش ما يطلعلناش السكر في الدم، نبعدوا على الدهون المشبعه الدهون المهدرشه. باغ كونتخ ناخذوا لو بون غريس، معناها شنو ناخذوا الاوميغا 3، الزيت نتاع الحوت، الحوت الازرق، الزيوت النافعه. دونك التقليه في الماكله، دونك نقولوا للشيف تقليه في الماكله، لا على خاطر هذيك تتسمى دي فريتور قاعدين ناخذوا فيهم امبليسيتمون. تقليه في الماكله، زيوت الذره، اي حاجه مقلي، لي فاست فود اللي توا هذاك الكل يعمل لنا الكوميولاسيون دو غريس ابدومينال. كيف كيف توك عندنا الرمان، دونك الرمان مش بركه هو الداخل لك هو هذيك نجمو نستنفعوا به، زاد القشور نتاعو نجمو نستنفعوا بهم، يطيح لنا في الانسولين، دونك نجمو نعملوا العشيه تيزان بالقشور القشور نتاع الرمان، نضيفوا له شويه عصره نتاع قارص بوغ الفيكساسيون بعد حتى للفيغ في الماكله اللي باش ناخذوها. كيف كيف القرفة زاد تطيح السكر في الدم، الانسولين يبدا متعدل، دونك عملية حرق الدهون بصفة عامة تبدا معدله. دونك كيما قلت لك نبعدوا على الدهون المشبعه الدهون المهدرجه، ونعملوا الاكتيفيتي فيزيك 20% المارش. الناس اللي قاعدين في الدار زاد كيف كيف ما نجموش يعملوا السبور في سال دو سبور والظروف تاعو يخرجوا حتى شويه في الشارع، شويه ماكش في الدار، شويه تحط ميوزيك في الدار تشطح شويه بيه الكل يدور لنا شويه دم، دونك نحرقوا بطريقه افضل. خير، ميرسي بوكو اخصائيه التغذيه شيماء العياري. نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا. كل شدة وعندها نهايتها، غدوة ترجع حياتنا لعادتها، أما اليوم خلينا نشدوا ديارنا ونحميوا صغارنا ونتعاونوا ونعملوا اللي علينا باش نحافظوا على أهلنا ومالينا وكبارنا اللي عزوا علينا، وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وتتعدى هالسحابة وتونس تعاود تشرق شميستها. عمرنا ما نسينا الناس اللي تخدم علينا وأبطالنا في السبيطارات اللي تداوينا على خاطر بلادنا سرها وقوتها في محبتها، وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وحوستها وفرحتها وبهجتها، وباش نفرحوا أكثر ساعتها على خاطرنا باش نحسوا أكثر بقيمتها. توينسا أسرنا المحبة.